ايه فايده قيام الليل؟ اولا ابو الحسن الشاذلي لما شافه تلميذه في الرؤيا قال كيف الحال يا امام؟ قال له طاحت تلك الاشارات وضاعت تلك العبارات. امام مين يا عم؟ انا مش ده امام ولا غيره. والله ما نفعنا الا رقيعات صليناها في جوف الليل والناس نياه. هذا الامام الذي قدم الكثير رقيعات قيام الليل. بحثنا عن ضياء القبور ما وجدناها الا في قيام الليل. سبحان الله. وبعدين في نقطه انت تقوم بالليل. اهل الملأ الاعلى سكان السماوات من الملائكه يتراءون البيوت التي تقوم الليل كما نتراءى نحن الكواكب الدريه الغابره في الافق. الله. منوره. يبقى منورة. البيت حواليه 10 بيوت ظلام وهو بيته ايه؟ منور. وضع. طيب جه يوم مرض ايمن او سافر او في ورطه او زوجته او الى اخره تفتقده الملائكه فيسال بعضهم بعضا اين فلان؟ بيته ظلام ليه؟ فيقولون انه مريضا. تدعو له سكان الملأ الاعلى، اللهم اشفيه، اللهم فرج كربه، اللهم يسر امره. الله. ايه الرصيد العظمه ده؟ مش لما له اصحاب يسالون عليه مش له اهل سبحان الله. نعم. اهل سبحان الله. لما قيادوا الخليل وخلاص المنجنيقه تحرك، المنجنيقه تحرك وخلاص هيلقى ضجت ملائكه السماء يا رب خليلك سيلقى في النار. انزل يا جبريل اساله ألك حاجة؟ قال منك فلا. قال من الله. قال من الله فبلى. قال اسأله. قال علمه بحال يغنيه عن سؤاله. ده رصيد كبير ده. ده رصيد شغلة ثانية. ده الخليل ده قصة أخرى. أول ما يعملوا القرعة في السفينة تقع على يونس. القرعة تقع على قالوا خلاص امسك يونس ألقوه. هو بيلقوه الحوت فتح فمه. تعالى. أيها الحوت أرسلتك حافظا ليونس ولم أرسل يونس لك طعاما. خلاص. خلاص. أول ما دخل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة يا ربنا صوت معروف في مكان غريب. يبقى يونس له إيه؟ رصيد عند الله. رصيد عند مين؟ عند سبحان الله العظيم. فأنت هذا الرصيد الذي يصنع بالليل. وبعدين إيه؟ تنظر في وجوه انت لما تقرا الوجوه او في ناس لها قراءه في الوجوه لما تنظر في الوجه كده تقول الله يكرمنا الشيخ رحمه الله عليه ينظر كده يقول الولد ده لم يقم الليل هذا الولد قام الليل فراسه المؤمن يدور عليه وجهه هاله من النور الحسن البصري كان اصفر قريب الى السواد كان عليه بهاء ونور كده قالوا يا بصري عهدناك ادم البشره ما هذا الخير والنور العجيب نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله الله انا عايز رمضان يستغل فرصه ان نستمر احد عشر شهرا نقوم الليل عطاء ابن رباح كان هو وزوجته وامه بعدين مع فريت واحد فهو امه تقوم اول الليل وتصحي زوجته تقوم الثلث الليل زوجته تصح توقظ عطاء يقوم الليل البيت يظل منير طول الليل امه ماتت قال لام قال لزوجته ايه نقسم الليل نصفين الله فلما ماتت زوجته ظل عطاء 20 عاما يقوم الليل كله كي لا ينطفئ النور في بيت عطاء الله رحمه الله رحمه الله عطاء ده لما راح يحج وبعدين افاضوا من عرفات قالوا يا امام المسلمين يا عطاء كبير التابعين حسن البصري وسعيد بن المسيب وابن سيرين العظمه دي كلها فيا ريت اولادنا يعرفوا عنهم شيء فيا امام هل قبل الله حجنا؟ قال والله كان عندي من اليقين ان الله قبل حجكم لولا ان فيكم عطاء. تحدث عن نفسي. لولا ان عطاء بس وصلي هو ده اللي مش كويس، هو ده يمكن يطير الحج منكم لا اله الا الله. فسبحان الله فقيام الليل بيعطيك هذا الايه وبعدين ايه؟ قيام الليل فيه لا رياء ولا سمعة. كان الصحابي يخادع زوجته بالليل كما تخادع الام صبيها فيقوم ليصلي لا يشعر به الا رب العباد عز وجل. الله. والزوجه تاتي زوجها بالليل تقول له الك حاجه؟ جزاك الله خيرا، اتاذن لي ان اقوم لربي الليله؟ مين يلاقي زوجه بالشكل ده؟ تقول له استاذنك ان اقوم للبيت فيه نور بالليل سبحان الله.
والحمد لله انا اعلم كثيرها بفضل الله عز وجل في البيوت، وكثيرين بفضل الله من قوام الليل هم دول اللي منزلين الرحمه علينا. سبحان الله. فضيل الدكتور، يعني حين يرزق الله احدا بقيام الليل ويسهر الى الفجر وهو يقوم الليل لا يشعر بنفس التعب الذي كان يعانيه اذا كان ساهرا امام التلفاز؟ في شوف في طاقتين، حتى علماء الطاقه يقولوا في طاقه ايجابيه وطاقه سلبيه. نعم. وانت تاخذ طاقه ايجابيه، طاقه نورانيه. هو يعني هو سبحانه وتعالى انه اضحك وابكى، انه امات واحيا. نعم. مين اللي يحيي موات القلوب؟ الله. الله بايه؟ بماده القلوب. ماده القلوب ايه؟ من ضمنها قيام الليل. نعم. قيام الليل سبحان الله. قال ايه؟ اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاه بالليل والناس نيام. مش كده قال تدخل الجنه كده سبحان الله. نعم. ماذا تحب يا ابا بكر؟ قال احب ثلاثا يا رسول الله. ما هي؟ قال احب انفاق مالي عليك والجلوس بين يديك وادامه النظر اليك. الله. وانت يا عمر؟ قال وانا ثلاث يا رسول الله. انا ايضا احب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر. وانت يا عثمان؟ قال احب اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاه بالليل والناس نيام. وانت يا علي؟ انا احب اكرام الضيف والصوم في الصيف وقتل العدو بالسيف. وانت يا ابا ذر؟ قال انا احب اشياء غريبه. قال ما هي؟ قال احب الجوع واحب المرض واحب الموت. قال لا احد يحب هذا يا ابا ذر. قال يا رسول الله انا ان جعت رق قلبي واذا مرضت خف ذنبي واذا مت لقيت ربي. الله الله. يبقى هؤلاء العظماء لما ندرس هذا الفكر كيف ان واحد يحب الجلوس بين يديه وانفاق مال عليه والنظر اليه، وعمر يحب الحق وعلي يحب كرم الضيف وعثمان يحب الصلاه بالليل وابو ذر يفلسف الموت والمرض والجوع الى فلسفه عجيبه. هؤلاء كانوا في الصلاة كيف كانوا؟ كان الحمام الحرم يضع على رأس على ظهر ابن عمر ظنا منه انه جدار. يعني فين الحمام طف مرة والثانية وجد شيء ثابت نزل عليه. نحن الحمام لا يقترب من مسجد ولا الذباب حتى ولا النحل سبحان الله. احنا مهفة.